السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب يطلق عروستَه فورا ليلة الزفاف لأنها طرحت عليه سؤالا، فما هو السؤال؟ ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمنا بإعجاب لنستمر إن شاء الله في نشر المزيد. حادثة غريبة قد تكون الأغرب من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية، وذلك عندما رفع العريس العقد الثالث من العمر قضية فسخ عقد الزواج في محكمة الأسرة في منطقة مصر الجديدة، لاكتشافه أن عروسه تعاني من مرض نفسي بعد أن سألته صباح اليوم التالي لزفافهما: أنت مين؟ ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم أن العريس البالغ من العمر 30 عاما وهو رجل أعمال مصري، كان قد تزوج قبل 3 أشهر من طالبة جامعية بعمر 25 عاما، وفي صباح اليوم التالي لزفافهما اكتشف أن عائلة الفتاة كانت قد خدعته وأخفت عنه بأن ابنتهم غير سليمة عقليا وأنها تعاني من مرض نفسي. وسرد العريس الذي يدعى خالد لوسائل الأعلام المحلية أنه يوم الصباحية كان قد استيقظ مذعورا على صراخ عروسته التي كانت تستمر بطرح نفس السؤال عليه: أنت مين؟ ورغم أنه كان يجيبها في كل مرة بأنه زوجها وأن ليلة أمس كانت زفافهما، كانت تستمر بالصراخ وتكرار السؤال حتى طلبت منه أن يحضر عائلتها. وعندما وصلوا إلى منزل العريس سألت الفتاة والدتها: أنت مين؟ ولم تهدأ وتكف عن الصراخ إلا حين أعطتها شقيقتها حبة مهدئ. وكشف خالد أن والد العروس كان قد اعترف له بعد ذلك بمرض ابنته النفسي، وأخبره بأن الطبيب طمأنه أنها عندما تتزوج سوف تتحسن حالتها وأنها ستبدأ حياة جديدة مختلفة تماما وعن تصرفاتها الطبيعية خلال فترة الخطوبة. اعترف الوالد أيضا أنهم كانوا يعطوها المهدئات قبل كل زيارة له إلى منزلهم. خالد استمر في سرد ما حدث له لوسائل الإعلام وقال بأن عائلة زوجته طلبوا منه أن لا يطلق ابنتهم وأن يستمر معها ليساعدها على التحسن والشفاء وإكمال دراستها الجامعية، وقالوا بأن انفصاله عنها سوف يتسبب بسوء حالتها الصحية والنفسية بشكل أكبر. وأكد خالد أنه بعد ذهاب عائلة الزوجة ومغادرتهم المنزل عادت الفتاة إلى الصراخ من جديد حتى تجمع الجيران لاعتقادهم أنها هناك مشكلة كبيرة، وبعد ذلك أخذها إلى منزل عائلتها ورفع دعوى فسخ عقد الزواج في محكمة الأسرة. وأشارت وسائل الأعلام أن المحكمة لا تزال حتى اليوم لم تفصل في القضية ولم تصدر قرارها أن